في الصفحة 65 موجود هذا الكيان الصهيوني الغاصب مبدئيا مبدئيا أنا نقول أنه الغلطة من المصمم والانفوغراف هذا هو يعني البيت القصيد ما يتصرف يتصرف مع المصمم تاع الكتاب مع مصمم الكتاب اللي هو مفتش في التعليم آآ آآ الثانوي ما عندوش الحريه المطلقه للتصرف في 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 في, في المواضيع او في, في في الكتاب فالمسؤوليه مشتركه دمناها لينرو قلت لك انه قدمناها لي انا وليس لوزاره التربيه، قدمناها للمعهد الوطني للابحاث في, في 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 التربيه اللي موجوده كذلك في عاشور، قدمنا النسخه الاولى كانت في خريطه لا تتلائم مع الموضوع الذي يتكلم عن الكثافه السكانيه، احنا كاين برنامج تاع اللجنه الوطنيه للبرامج، لازم نتابعوه، لاحظوا انه الصفحه 65 كانت غير متماشيه مع البرنامج المطلوب لسنة أولى متوسط فطلب منا تغيير هذا الصفحة التي كانت لا تتماشى كما قلت مع البرنامج البيداغوجي لسنة أولى متوسط فتصرف المفتش هذا المصمم الكتاب مع الانفوغراف لتغيير الصفحة هذه قدمنا كتاب لمصححين مصححين لأنه فيه مصححين مراجعة وكذا ولم ينتبهوا لهذه الهفوة المصمم والانفوغراف كذلك لم ينتبهوا لهذه الهفوة أن الخريطة موجودة فيها الكيان الصهيوني أبعد تماما الخطأ العمدي خطأ غير مقصود خطأ غير يرتكب عمدا هذا مستبعد تماما فالخطأ مقشف في المطبعة وقع في التصميم وقع في تصميم الكتاب وعندنا ما يسمى بقابل للسحب من رئيس اللجنة هذه اللي كلفت بتحضير كتاب الجغرافيا وطبيع كتاب هذا على هذا الأساس